يا باشا انا في النص انا تعالى فين كده سعد بص بقى انت تقف اطلع في الشمس شويه يا هاني هاني خلينا نطلع في الشمس اطلع في الشمس اطلع في الشمس خلفيه البحر لا كده زي ما انت زي ما انت اطلع قدام شويه كمان سعد تعالى في الصوم يا سعد بص انا هنا سعد تعالى بص انت العكس بقى يلا يا باشا اقف في النص هنا وقول شكلنا احنا اه ماشي تعالى اقف جنبهم خش خش طب بص انت كده احمد يا احمد اقعد عرفك احمد عرفك عرفك زي ما انا كده طب تعالى سنه شويه تعالى جه سنه لا لا اتحركش يا خد حتى وجيه مطرحه عشان الطول عشان الطول حتى هنا لا لا هو كده هو كده سعد شاور بيديك الاثنين عليهم بقى كده ايوه اصبر يا سعيد ما تستعجلش بص بقى صون 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 بقول لك يا سعد مين دول؟ دول اخواتي سعد وسعد 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 بيعملوا معاك النهارده؟ دول معايا في الفيلم ان شاء الله كل الصعود دي معاك كل الصعود اه سعد سواق وهنا بتاع محاره حسام كاري حلاق الزيني بيلعب ترومبا وطبعا مش كل النهارده ده هو جيجوز اختي خلي بالكوا والشيف بتاع اللي بيردش على التليفونات هو ده؟ بس انا شايف صعود كتير قوي ما هم ايه الفكره دي؟ حبك هنعمل كده عشان افتح الشريط كده عاملين حاجه كده جميله طبعا محمد تعالى محمد ده محمد اللي بيعمل الافكار ديت حضرتك عايز اقول لك تعالى يا حبيبي الافكار دي كلها بتاعت محمد ده ما بيردش على التليفون وفي حاجه كمان حضرتك تدي له تقول له انا عايز مثلا الحاجه ديت بكره اقفل التليفون تشوف السنه اللي بعدها يعني لو حد عايز يعمل حاجه ما عملهاش معاه بعد يعني انا افهم ان الفكره دي بقى لها سنه بتتنفذ اه من رمضان اللي فات حضرتك بس على فكره حلوه جدا يا سعد هو بقى محمد ده مشكلته بقى بالنضاره بتاعته ايه الالبوم اخباره يا سعد الالبوم ان شاء الله هتشوفوه دلوقتي كلكم واحد هياخد سداه ان شاء الله بس انتوا هتاخدوا ببلاش لكن الناس بتنزل تشتري الشريط 5000 جنيه اه هو 5000 جنيه اشتري 5000 الشريط يا جماعه زي ما قلت لعماد عبد الله تنزل الشريط لو رحت اي سوبر ماركت بتاخد الشريط وعليه علبتين سلمون يا اما علبه عشان ما هدي على زي ما انت عايز انتوا هتاخدوا ببلاش في سكر طيب كل بطل في سكر اللي بيشرب سجاير لا مش لو تاخد سدايتين تاخد علبه كل بطل اه ثلاث سدايه علبه نفرتيتي طب ايه اجمل اغنيه في الالبوم اجمل اغنيه في الالبوم انا كده كده ميت بالمره بتقول ايه بقى بتقول الحمل بقى تقيل عليا مش قادر اشيل خلاص اصل انا مش مجروح من واحد انا مجروح من كل الناس الناس كلها بتموت مره وانا ميت مليون مره يلا ما جاتش من المره دي انا كده كده ميت وكم سعد في مصر بقى انا عايز افهم دول حوالي كل دول من شبرا كل دول من شبرا ده من شبرا الحلاق بتاعي الحلاق بتاعي اه كلنا من ورا كده اه ده الحلاق بتاع حضرتك ده زيني بيلعب معايا الفرقه ايوه حضرتك ترومبا ترومبا ايوه طبعا طبعا وجي ده مدير اعمالي برضه عايزين احنا نشعره وده عادل برضه مدير اعمالي برضه ومحمد داود برضه ابن خالتي ابن خالتي وده احمد صاروخ مش صاروخ بيروح يجيب الحاجه يعني مش عايز اقول لك حاجه مش عايز اقول لك يعتبر اسم صاروخ دي مش على مسمى مش خالص حاجه يعني مش عايز اتكلم مش عشان سعد فكره الفيلم الفيلم يا باشا تعمل انت في اول مره تشوف سعد صغير بيتكلم يعني حد ابن ناس يعني عامل لوك جديد اه جود مورنينج جود افترنون كده يو تيرن كده واد لابك شويه بس معاك مين في معايا في الفيلم كريم محمود عبد العزيز